ومما أنبه عليه هنا وإن كنا نختصر أنه لا ينبغي أن تجعل هذه المسألة مسألة سنة وبدعة وولاء وبراء كما نرى في السنين الأخيرة، ويحصل كأن الموضوع إقامة سنة وإحياء بدعة. هذه مسألة علمية اختلف فيها العلماء من قديم، والحديث عنها يوم السبت محل خلاف في سنده ومتنه، والخلاف فيه قوي جدا، وهي مسألة علمية. هب أنك رجحت أن صيام النافلة يوم السبت لا يجوز، لك ذلك مسألة علمية، لكن لا تجعل ذلك محل ولاء وبراء وسنة وسلفية وبدعة أبدا. ثم يا إخوة، لا تشغل الناس عن الخير ما دام أنه محتمل والدليل محتمل وقال به أكثر العلماء وكبار العلماء، فإن كان لك رأي فاشتغل به. الآن بعض الناس مسكين ناصب نفسه، إذا جاءت العشر من ذي الحجة قال صيام العشر من ذي الحجة بدعة، ويرسل رسائل. يا أخي الناس على خير، اتركهم على هذا الخير، اتركهم على خير. دعهم يصومون، أنت ما تريد أن تصوم هذا لك، لك رأي علمي هذا لك، لكن ما دام أن المسألة يحتملها الدليل وقال بها جمهور أهل العلم وقال بها كبار العلماء فلا تشغل الناس عن الخير. ثم يا إخوة، من فقه العلم أن الناس إذا اعتادوا خيرا ولم يترتب عليه منكر ولا مفسدة أنهم يتركون عليه. يعني مثلا لو أن الناس على أن المرأة تغطي وجهها اعتادوا خير، هب أنك ترى أن تغطية الوجه ليست واجبة، لماذا تشغل الناس عن هذا الخير الذي هم عليه؟ الناس ناقصة فتنة، اليوم الفتن عظيمة، اترك الناس على الخير الذي هم عليه. هذا من فقه العلم يا إخوة. بعض الناس أعوذ بالله إما أنه ما يفقه فقه العلم وأدب العلم، وإما أنه يحب الشهرة بأن يأتي بأشياء تخالف ما يعرفه الناس، مثل حتى مسألة الغناء مثلا. الغناء أنا لا أشك أنه حرام، لا أشك قط أنه حرام، لكن بعض الناس مثلا هب أنك ترى أنه ليس بحرام، هب. طيب الناس تارك الغنى الحمد لله ومتوجهة للقرآن ومتوجهة للخير، لماذا تشغل الناس؟ كأنها عبادة يستمعون الغنى. هذا ليس من فقه العلم، وليس من فقه الدعوة، وليس من زكاء النفوس. فينبغي على طالب العلم أن يكون عنده فقه في أدب العلم وزكاء النفوس وفقه الدعوة.